الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية. مستشار الرئيس لشؤون الصحة يؤكد أن الدولة لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة كورونا. واللجنة المنظمة لتنصيب بايدن تؤكد أن الحفل سيكون محدودا للغاية بسبب جائحة كورونا. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، بداية هذه النشرة مع زميلة ليلاس كافوزي. أهلا ليلاس. شكرا لك محمود، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصة في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة، خاصة الحديد والصلب والإسمنت والسيراميك. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة، خاصة قطاعات صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصة في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذاً في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، أبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوى الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان، سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار، والتي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة. أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة. كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توفر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلا عن توفر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة حياة كريمة طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجا وكذلك دعم الفئات الأولى بالرعاية. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه المرحلة تستهدف طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية تستهدف دخول 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيتوليان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القرى المستهدفة، وستتولى الوزارات المعنية مهام التشغيل بعد ذلك، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تطوير مراكز متكاملة في المحافظات بتوصيل جميع الخدمات لها بما يحقق فكرة التنمية المتكاملة، موضحا أن هناك تكليفا من الرئيس ببدء العمل على أرض الواقع مع بداية شهر يناير المقبل. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الخطوات النهائية لوضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، حيث استعرض وزير الإسكان عاصم الجزار تلك الضوابط والاشتراطات على مستوى المدينة من حيث الاستعمالات والارتفاعات ونسب البناء وكذلك مساحات وأبعاد قطع الأراضي. هذا وتناول الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من القطع الأراضي التي سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وخلال متابعة خطوات المشروع وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يتعلق بالتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك سعيا لاستعادة الوجه الحضري لهذه المدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، مشددا على أهمية البدء في تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية بما يسهم في إعادة الوجه الحضاري والتاريخي لها، وموضحا أن الرئيس السيسي يعطي أولوية كبيرة لهذه المشروعات. أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وقبيل رفع الجلسة تمنى عبد العال التوفيق والنجاح للمجلس القادم، مؤكدا أن نجاح انتخابات مجلس النواب يعكس استقرار الدولة وعمليات التطوير في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدم التهنئة للفائزين في الانتخابات مؤكدا أن أمامهم مسؤولية كبيرة تستلزم بذل الكثير من الجهد لتحقيق أمان الناخبين في دوائرهم. وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 من سبتمبر 2020، وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدى في احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، وكذلك التعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي. أعيد انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام للفترة 2021-2022، وذلك بعد حصولها على أكبر عدد من الأصوات بلغ 170 صوتا في الانتخابات التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشهدت منافسة قوية على 5 مقاعد لعضوية اللجنة. مراسلنا في نيويورك ياسر نور الدين يطلعنا على المزيد من التفاصيل وإعادة انتخاب حول
مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام. أنقل لحضراتكم هذا الخبر الرائع في حق مصر وفي حق الإدارة المصرية والدبلوماسية المصرية، وهو فوز مصر بعضوية الأمم المتحدة لبناء السلام. كانت هناك منافسة كبيرة بين الأعضاء، كان هناك أكثر من 5 مقاعد يتنافسون على هذه العضوية، ولكن مصر فازت بأغلبية كبيرة، وصلت ل 170 من الأصوات، وهذا رقم كبير للغاية. هذا الشرف لمصر لم يتحقق من فراغ كما ذكر لنا، وكانت أنباء كثيرة عن هذا الأمر، حيث صرح السفير محمد إدريس لإكسترا نيوز وهو المندوب الدائم للأمم المتحدة، صرح بأن الأمر يعد شرف للدبلوماسية المصرية ولمصر، حيث أنه للمرة الثانية على التوالي يحدث هذا الأمر وهذا الانتخاب. وكانت مصر في عندما كانت رئيسة للاتحاد الأفريقي منذ عام 2019، والدور الكبير الذي قامت به في هذا الأمر في ليس فقط في الدول العربية ولكن في القارة الأفريقية بأكملها. كما كانت أيضا مصر في عندما كانت بمجلس الأمن عام 2016-2017 قابلت بلاء كبيرا في هذا الأمر وكيفية بناء السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا. تقوم مصر بمهامها في العام 2021 و2022 بهذه العضوية لتؤكد كل يوم بأن الإدارة المصرية والدبلوماسية المصرية في الطريق الصحيح، وأنها تتبوأ هذا المركز ليس من فراغ ولكن من عمل جاد يعبر عن القيادة المصرية ويعبر عن الشعب المصري ككل. أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن إطلاق 67 قافلة طبية مجانية حتى نهاية الشهر الجاري بجميع المحافظات. تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. وأوضحت الصحة أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كافة الأدوية، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية لعناصرها المقرر سفرهم ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالي، وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في أفريقيا التابع لوزارة الخارجية. يتضمن البرنامج التدريبي عقد العديد من المحاضرات للتعريف بالدور المصري في عمليات حفظ السلام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدني إبان النزاع المسلح وخلفية عن الصراع بدولة مالي. صدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2021، والتي سيتم استقبالها للالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة اعتبارا من 26 من الشهر الجاري، وذلك وفقا لعدد من الشروط. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم وغسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وكذلك استغلال النفوذ والفساد، حيث تم تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل الضربات الأمنية لضبط جرائم التهرب من الضرائب والرسوم وغسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي. ضربات حققت نتائج إيجابية، فعلى صعيد ضبط جرائم التهرب من الضرائب والرسوم، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام الممثل القانوني لإحدى مؤسسات التجارة والتوزيع بالقاهرة بإخفائه خلال فحص إقراراته الضريبية ما يقارب 113 مليون جنيه
من أرباح الشركة عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. واستمرارا للجهود الأمنية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بأسيوط قام عناصره بغسل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وفي إطار مكافحة جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بسوهاج استغل موقعه الوظيفي وقام بالتلاعب في حسابات دفاتر التوفير الخاصة بالعملاء وتزوير توقيعهم عليها، وتمكن من اختلاس مبالغ مالية من حساباتهم وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لذلك. كما تمكنت الإدارة من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه موظفان بإحدى الوحدات المحلية بالإسماعيلية استغل موقعهما الوظيفي وتواطأ مع آخرين بتمكينهم من بناء عقارين سكنيين على أراضي زراعية بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة، مما أضر بالمال العام مع التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شركة بدون ترخيص بالقاهرة اتخذها أحد الأشخاص وكرا لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية بالعديد من الجهات خلافا للحقيقة مقابل حصوله على مبالغ مالية زاعما أنها رسوم إدارية للتعيين، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على نشاطه الإجرامي بمقر الشركة المشار إليها. كما نجحت مديرية أمن بني سويف بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية لتمكين بعض الأشخاص من السفر لخارج البلاد مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم ضبط جوازات سفر خاصة بعدد من الأشخاص من الراغبين في السفر وأكلاشيهات وعدد من ملصقات التأشيرات الخاصة بدول عربية بحجم تعاملات بلغ طبقا للفحص المستندي 35 مليون جنيه. تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالمنيا عناصره تقوم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بعد استبدالها بالعملة المحلية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. أطلقت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام مبادرة استراتيجية لبناء الوعي لعام 2021. تتضمن المبادرة أبرز القضايا الفكرية ليتم طرحها أمام مختلف الوزارات والجهات المعنية مثل قضايا الأديان والأوطان والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية وشائعات وحروب الجيل الرابع. لدينا مناخ فكري وسياسي وأدبي وثقافي يسمح بهذا الانطلاق، نحتاج إلى الحوار وبخاصة أننا نستهدف الشباب. سننطلق بالتنسيق مع معالي وزارة التعليم العالي للقاءات مع شباب الجامعات مع المدارس مع الشباب مع وزارة الشباب والرياضة في صالونات مفتوحة. رأيتم حضراتكم النهاردة احنا فتحنا حوار مفتوح بلا تحفظ على اي اسئلة، سجلنا الاقتراحات ان شاء الله بداية لمرحلة جديدة في بناء الوعي ان شاء الله. مبادرة مع وزارة الاوقاف النهاردة الحقيقة دي بادرة طيبة جدا، لاننا هنطرق قضايا بجرأة وبشجاعة، وزي ما قال معالي الوزير احنا ما عندناش شيء نخشاه، ولكن هيبقى التعامل مع الموضوعات بطريقة علمية بطريقة اقتحام جريء للمشاكل، ونتمنى ان ربنا يوفقها.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن إدانة مصر لإعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس، باعتبار ذلك خرقا جديدا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيزور المغرب وإسرائيل الأسبوع المقبل على رأس وفد أمريكي لإجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤول الأمريكي قوله إن الوفد الأمريكي سينضم إلى وفد إسرائيلي وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة بين تل أبيب إلى الرباط كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين تل أبيب والرباط الذي ساعد كوشنر في التوسط فيه. أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة السعودية من خلال زورق مفخخ. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها أن هذا الاعتداء دليل جديد على سعي الجماعة الإرهابية لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة وقوف الإمارات مع المملكة في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية. رحبت البحرين بقرار الولايات المتحدة بتصنيف ما يسمى بسرايا المختار كمنظمة إرهابية تهدد أمن المملكة ودول العالم، كما قالت الخارجية البحرينية إن تلك خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره. ألغى البرلمان التونسي جلسة عامة كانت مخصصة للنظر في مشروع لائحة تجريم تبييض الإرهاب وتجفيف منابعه وحل الأحزاب وجمعيات الداعمة والداعية له، وذلك لعدم اكتمال نصاب الجلسة. من جانبها قالت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التي تقدمت بمشروع اللائحة إن إلغاء جلسة البرلمان يعد وصمة عار في تاريخ الدولة التونسية الذي يرفض برلمانها إصدار موقف يدين تبييض الإرهاب ولا يريد تجفيف منابعه وتفكيك منظومته. أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح أنه لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الوقت في الصراعات وافتعال الأزمات، وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأول مجلس أمة منتخب في عهده قال أمير الكويت إنه ملتزم بنهج الشيخ الراحل صباح الأحمد لرفعة وتحقيق التقدم للبلاد، مشيرا إلى أن الكويت تشهد تحديات كثيرة تتطلب وضع برنامج إصلاحي شامل لإيجاد الحلول لها. فعلى بركة الله وهداه وبعون تعالى نفتتح هذا الفصل التشريعي سائلين العلي القدير أن يلهمنا جميعا السداد والرشاد ويمدنا بعونه وتوفيقه لمواصلة العمل لما فيه خير ورفعة وطننا العزيز وسعادته ورفاه شعبنا الكريم. نستذكر اليوم بكل الاعتزاز والعرفان والتقدير جهود وإنجازات قائدنا الحكيم ووالدنا الكريم سمو أميرنا الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله تراه، مؤكدين سيرنا على نهج لتحقيق خير وتقدم كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.
وإلى الملف اللبناني، حيث قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل، لكنه عبر عن أمله في أن يتمكن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة في وقت لاحق هذا الشهر. هذا وكشف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشيل عون عن وجود خلافات بشأن تشكيل الحكومة في بيانين تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة جديدة. رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، وقالت الخارجية اليونانية إن اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها ومسؤولين آخرين. قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين أن الدولة لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة فيروس كورونا. وشدد تاج الدين خلال مؤتمر صحفي على أن التطعيم أيا كان لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفا أن مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات. التجربة المصرية ان احنا التعامل المبكر كان مهم جدا، دعم القطاع الطبي كان مهم جدا، وتأهيل اماكن لاستيعاب اي حالات متزايدة كان مهم جدا، وفي هذا الوقت الحقيقة كان مستشفيات الصدر والحميات، على فكرة هذه المستشفيات ملهاش مثيل في حتة في العالم، يعني مستشفيات انفكشوس ديز وتشست ديزيز اللي هي تشست ميديسن ملهاش مسائل كثيرة في العالم. ويمكن دي هي من ضمن تجارب الناجحة للتجربة المصرية، ان انت عندك 77 مستشفى صدر وحميات موزعة على جميع انحاء الجمهورية كل المستشفيات. اعلنت وزارة الصحة تسجيل 523 حالة ايجابية جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة. واشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة الى خروج 318 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105450 حالة. قالت وكالة رويترز للأنباء أن أكثر من 1,110,000 حالة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 1,623,000 حالة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة، تلتها الهند ثم البرازيل في المرتبة الثالثة، فيما حلت روسيا في المرتبة الرابعة. أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أكثر من 11,000 إصابة بكورونا و790 وفاة خلال الساعات 24 الماضية، وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 2,391,000 حالة، وهي خامس أكبر حصيلة على مستوى العالم، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات لأكثر من 59,000 حالة. احتج ممثلو قطاع الفنون في باريس على الإغلاق المستمر للمسارح ودور السينما الفرنسية مع استمرار الإجراءات الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا. وانتقد
بعض العاملين في صناعة المسرح الحكومة الفرنسية قائلين إنه لم يتم تقديم دعم مالي كاف لهم، وإنهم يخشون أن تكون الصناعة في النهاية غير موجودة فعليا، وتلك هي المرة الثانية التي يتم فيها إغلاق المسارح ودور السينما الفرنسية في إطار إجراءات الحكومة لإبطاء انتشار كورونا. سجلت بريطانيا 506 حالات وفاة بفيروس كورونا فضلاً عن أكثر من 18 ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. في هذه الأثناء تتواصل في بريطانيا عمليات التلقيح ضد الفيروس للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً والعاملين في مجال الرعاية الصحية. اتفقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وخمس دول أوروبية أخرى على تنسيق إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، واتفق وزارات الصحة في الدول السابقة السالفة الذكر على تبادل المعلومات حول كيفية سير تلك الحملات، إلى جانب التزامات أخرى بشأن مجالات مثل الشفافية. أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستجتمع في 21 من الشهر الجاري لإبداء الرأي في لقاح فايزر بايونتك المضاد لفيروس كورونا، وأوضحت الوكالة أنها تلقت بيانات إضافية بشأن اللقاح، مضيفة أنها ستقرر خلال هذا الاجتماع الترخيص للقاح من عدمه. أكدت ألمانيا أنها تريد أن يقر الاتحاد الأوروبي لقاح بايونتك فايزر ضد كورونا قبل عيد الميلاد. وقال وزير الصحة الألماني يانس شبان أن برلين تريد أن تبدأ حملة التطعيم في ألمانيا قبل نهاية العام، متوقعا منح اللقاح لنحو 60% من المواطنين حتى نهاية صيف عام 2021. وبحسب خبراء منظمة الصحة العالمية يعد معدل التطعيم لنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% من المواطنين ضروريا من أجل تحقيق مكافحة فعالة لوباء كورونا. تعافت سيدة إسبانية تبلغ من العمر 104 أعوام من كورونا بعد عام واحد فقط من إصابتها بإنفلونزا حادة، وهتف وصفق لها الأطباء والممرضات والموظفون المساعدون في مستشفى مدريد حيث تم علاجها أثناء خروجها من المستشفى. أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. وقال وزير الصحة الروسي أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك في المضاد لفيروس كورونا بلغ 28,500 شخص حتى الآن، وأضاف أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتعمل على توزيعها. أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية إصابة نحو 40 من أفرادها خلال اشتباكات مع آلاف المحتجين على إجراءات العزل العام، واندلعت الاشتباكات بين رواد أعمال وممثلي شركات صغيرة وشرطة مكافحة الشغب في ميدان الاستقلال في كييف بعد أن حاول المحتجون نصب خيام لهم. أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية في عدد حالات الوفاة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من 16,000 حالة. هذا وأعلنت الصحة التركية تسجيل أكثر من 32,000 إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
قالت اللجنة التي تخطط لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائباته كاملا هاريس إنهما سيؤديان اليمين القانونية في 20 يناير المقبل على درج مبنى الكونغرس، لكن احتفالات التنصيب ستكون افتراضية بشكل كبير بسبب جائحة كورونا. وقالت اللجنة في بيان إن الحضور سيكون محدودا في كل من الاحتفال والعرض التقليدي الذي يعقبه. وحثت اللجنة المواطنين على الامتناع عن الحضور إلى واشنطن لمشاهدة التنصيب الذي جذب في السابق مئات الآلاف. هنأ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كاملا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية. وفي كلمات لها أمام مجلس الشيوخ امتدح ماكونيل إنجازات الإدارة الحالية بما فيها من ازدهار البلاد والسياسة الخارجية والتعيينات القضائية والتغييرات التشريعية الشجاعة، مضيفا أن الأمر يستغرق أكثر من كلمة لإبراز المكاسب التي حققتها إدارة ترامب للشعب الأمريكي. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس دونالد ترامب مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، جاء ذلك ردا على سؤال عن رد فعل ترامب على تأكيد المجمع الانتخابي أن الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة. لم تتغير الأرقام وثبتت النتائج، وحسمها المجمع الانتخابي الأمريكي بإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتظار الخطوة النهائية بمصادقة الكونغرس على النتائج في 6 يناير المقبل. بايدن حقق الفوز بالرئاسة الأمريكية بعد حصده 306 أصوات من المجمع الانتخابي، بينما توقف ترامب عند 232 صوتا، ولم تتغير النتائج في الولايات المتأرجحة التي حاول ترامب تغيير النتائج فيها عبر الطعون أمام المحكمة العليا. ومنح مندوب ولايات بنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن وميتشيغان أصواتهم لبايدن، كما خسر ترامب أصوات ولاية أريزونا التي عرفت لعقود بأنها جمهورية. وفي أول مؤتمر له عقب إعلان فوزه تعهد بايدن بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين دون تفرقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين صوتوا بأعداد غير مسبوقة لصالح التغيير. الأعداد كانت كبيرة، وهذه الانتخابات هي أوضح برهان على إرادة الشعب الأمريكي، برهان رائع على الخدمة المدنية والواجب المدني في هذه البلاد. يجب أن نحتفل بذلك ولا نهاجمه. أكثر من 80 مليون صوتوا لي أنا ونائبة الرئيس هاريس، أكثر من أي تصويت لمرشحين في تاريخ أمريكا. الليلة علينا أن نلأم الجراح، وكما قلت في الحملة أنا سأكون رئيسا لكل الأمريكيين. وهجم بايدن بشدة حملة ترامب، واصفا الطعون التي تقدمت بها لتغيير نتائج الانتخابات بأنه موقف متطرف. 17 مدعي عمومي جمهوري و162 من أعضاء مجلس النواب وقعوا على عريضة قدمتها ولاية تكساس طلبت من المحكمة العليا أن ترفض التصديق على فرز الأصوات في جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. هذه المناورة القانونية كانت جهد من جانب مسؤولين منتخبين، وحاولوا أن يجعلوا المحكمة العليا تمسح أصوات 20 مليون أمريكي. وسيواجه بايدن فور توليه منصبه بال20 من شهر يناير المقبل العديد من التحديات، خاصة مواجهة فيروس كورونا بعدما تجاوز عدد الوفيات حاجز 300 ألف، والخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي بسبب الوباء. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الأمريكية
تعزيز الحوار والاتصال لدفع التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية. ودعا الجانبان إلى دعم روح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للطرفين والتركيز على التعاون وإدارة الخلافات وتعزيز التنمية السلمية والمستقرة للعلاقات الثنائية. أكد تقرير كندي مستقل أن إيران لم تجري تحقيقات ملائمة وشفافة في حادث إسقاط طائرة ركاب مدنية أوكرانية في يناير الماضي. وأوضح التقرير أن العديد من التفاصيل الرئيسية لهذا الحادث الذي أسفر عن مقتل 176 شخصا لا تزال غير معروفة، داعيا طهران للكشف عن سبب تركها المجال الجوي مفتوحا وسبب اتخاذ الحرس الثوري قرارا بإسقاط الطائرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية لتبادل الأسرى بين أرمينيا وأذربيجان توسط فيها شخصيا قائد قوات حفظ السلام الروسية. وفي إطار العملية تم تسليم 12 أسيرا للجانب الأذربيجاني و44 أسيرا للجانب الأرميني. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام تواصل تقديم المساعدة في الجهود لجمع المعلومات عن المفقودين خلال النزاع. أقرر البرلمان الإيراني منع حاملي جنسية أخرى أو بطاقات إقامة في دولة أجنبية من الترشح في انتخابات الرئاسة بعد تكهنات عن أن بعض المسؤولين يحملون بطاقات إقامة في الولايات المتحدة. ووافق البرلمان على هذا الاقتراح في جلسة بثتها الإذاعة الحكومية على الهواء. ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية في يونيو 2021 لن يخوضها الرئيس الحالي حسن روحاني الذي شغل الرئاسة فترتي ولاية متتاليتين. أدى الرئيس الغيني ألفا كوندي اليمين الدستورية لولاية ثالثة وذلك بعد انتخابات جرت في أكتوبر الماضي. ووعد كوندي بمحاربة الفساد وخدمة شعب غينيا الذين انتخبوه لفترة أخرى في المنصب. وحث الغينيين على نسيان الماضي المثير للانقسام والعمل من أجل مستقبل أفضل. اختبرت روسيا طائرة ركاب جديدة بمحركات محلية الصنع للمرة الأولى منذ الحقبة السوفيتية. وأقلعت الطائرة المتوسطة المدى من مطار في سيبيريا تدفعها محركات بي دي 14 المروحية التوربينية المصنوعة في روسيا. كانت الطائرة قد حلقت لأول مرة عام 2017 لكن بمحركات أمريكية الصنع. أكد وزير الطيران المدني محمد منار حرص مصر على مد أواصر التعاون مع جميع الشركاء في مجال صناعة النقل الجوي خاصة دولة كوريا الجنوبية. وخلال استقباله سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة قال الوزير إن خطط الوزارة تسعى إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطط الدولة في تنشيط الحركة الجوية والسياحية بما يساهم في التنمية الاقتصادية. هذا وبحث اللقاء تحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين وآليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر. كشفت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية عن أسماء المرشحين لنيل التكريم في دورتها 19. وجاءت صحيفة اليوم السابع ضمن فئة الصحافة الذكية المرشحة لنيل الجائزة مع صحيفة الإمارات اليوم وصحيفة الرؤية الإماراتية. ومن المقرر تكريم الفائزين بالجائزة خلال احتفالية في 23 من الشهر الجاري.
قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة بحسب هيئة الأرصاد الجوية. قرر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة. وأوضح المحافظ أن الهدف من القرار هو الحفاظ على سلامة الطلاب وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، مؤكد على رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيء. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. أنهت وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم أزمة إصابة 13 لاعبا من أعضاء منتخب الشباب إضافة إلى المدير الفني للمنتخب ربيع ياسين بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في تونس للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وذلك من خلال توفير طائرة خاصة لإعادتهم إلى القاهرة اليوم الأربعاء. من جانبه صرح وزير الشباب أشرف صبحي أنه منذ ظهور نتائج التحليل أمس تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية على مدار الساعات الماضية للوقوف على كافة الملابسات والحرص على توفير الرعاية الصحية وإجراءات العزل والاطمئنان على جميع أعضاء المنتخب. تقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق أسوان مع طلائع الجيش، ويحل فريق البنك الأهلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا، كما يستضيف وادي ديلا نظيره المقاولون العرب. يواجه فريق ليفربول ضيفه توتنهام اليوم على ملعب أنفيلد في قمة مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسيضع الفوز أي منهما في الصدارة منفردا مع انقضاء الثلث الأول من الموسم، حيث يتفوق توتنهام بفارق الأهداف فقط عن ليفربول. يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد اليوم في الجولة 19 من الدوري الإسباني، ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز لتحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة. وكان برشلونة فاز على ليفانتي في الجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه ليونيل ميسي. والآن وقفة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يلي أو فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
نهاية هذه النشرة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء بها. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية. مستشار الرئيس لشؤون الصحة يؤكد أن الدولة لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة كورونا. اللجنة المنظمة لتنصيب بايدن تؤكد أن الحفل سيكون محدودا للغاية بسبب كورونا. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، ونحيي تعلم حضراتكم بأن تردد أكسترا نيوز الجديد HD أصبح 12303، معدل الترميز 27500، معدل الاستقطاب فهو أفقي. شكرا لكم لحسن المتابعة، كنا معكم أنا ليلاس كفوزي ومحمود السعيد في هذه النشرة، في أمان الله.